بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكرر لكم سادتي الكرام مشاهدي هذا البرنامج المبارك تهنئتنا في شهر رمضان المبارك. مر يوم ونصف تقريبا على صيامكم هذا العام. خلينا نوجه في بداية هذه الحلقة رسالة حب واعتزاز واحترام لمن التحقوا بركب الصيام هذا العام من أبنائنا وبناتنا، الله يحفظهم ويوفقهم إن شاء الله. أولا نوجه رسالة شكر لأهلهم اللي عبدوا لهم الطريق ووضحوا لهم التفاصيل وخلوهم يسيرون على طريق الحق إن شاء الله وعبادة الله تعالى. ورسالة ثانية لهم الأبطال الصغار، يا رب إن شاء الله بكم يبنى المستقبل وأمن الكبير فيكم، ونسأل الله إن شاء الله يقويكم، واللي أنتوا عليه هو الصح فلي يحاول يثنيكم عن طريقكم أي مستهزئ أو أي متحدث. شكرا جزيلا لكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة المباركة مشاهدين الكرام. معي في الاستوديو سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وأهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، بارك الله بكم. يتقبل أعمالكم ويحفظكم إن شاء الله. الله أعمالكم أيضا، بارك الله. الله يوفقكم سيدنا الكريم. إحنا مثل ما تحدثنا يوم أمس مشاهدنا الكريم، برنامجنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام عفوا. القسم الأول مرتبط بآية قرآنية نتحدث ونحاور سماحة السيد فيها في بداية البرنامج، بعدها نتحدث أو ننتقل إلى أسئلة حضراتكم اللي راح يعني تكون من خلال الاتصالات عبر الأرقام الظاهرة أو اللي راح تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وفي الجزء الثالث راح تسمعون إجابات سماحة السيد على أسئلتكم المباركة. سيدنا الكريم، الآية التي تم اختيارها هذا اليوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مضمونها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. للعدالة وجوه كثيرة كما يقولون، هل هذه العبارة صحيحة أم للعدالة وجه واحد؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم أيضا، تقبل الله أعمال الجميع إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين ونحن منهم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. في واقع الحال العدالة أيها الأخ الكريم بمعنى التوازن، نعم، والوسطية وعدم التحيز بشكل أو بآخر، عدم فقدان الاعتدال في اتخاذ القرار، عدم فقدان الاعتدال في التصرف، حتى عدم فقدان الاعتدال في الحب والبغض. الإنسان لا ينبغي له أن يتطرف في حبه، نعم، وفي انتمائه أيضا، حتى في ولائه لا يتطرف. الولاء لابد أن يكون بشكل معتدل، نعم، وإذا كره أحدا لا يكرهه كراهة خارج عن الإنصاف والاعتدال، نعم. لذلك القرآن الكريم يتكلم عن حالة الشنآن. الشنآن بمعنى العداوة والبغض، نعم، يعني إذا بغضت جماعة وإذا انزعجت من جماعة لا تحاول أن انزعاجك وبغضك منهم أن يفقدك عدالتك، توازنك وعدالتك، نعم. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه ابتلي بهذا الأمر، من عادوه أخرجوه عن الملة والدين، كفروه وقالوا أنت كافر تعال وتب. في قبالها كيف تعامل أمير المؤمنين عليه السلام؟ أي هذا تعامل أمير شيء إنصافا، بس أقول شوف التطرف. التطرف ماذا يعني ينتج؟ نعم. أهل الشام لما سمعوا أن عليا قتل في المحراب قالوا ومال علي والمحراب، شو يسوي علي، شو يسوي بالمحراب؟ يعني شوف شلون كانت الإعلام والدفع الإعلامي في أن عليا إنسان كافر، ما إلا ربط بالإسلام، ما إلا ربط بالكذا. هذا البغض الأموي بالنسبة لعلي أنتج هذا الرأي العام المسرف. وفي القبال أحب
جماع عليا حتى ألهوه. نعم. حتى ألهوه، قالوا علي أنت الخالق حبا له. ولذلك هو قال في كلمة معروفة: هلك في اثنان، محب غال، محب غال يعني تطرف في حبه، ومبغض قال. هذا التطرف ما مطلوب أصلا. نعم. قلت حتى في الولاء، هذا الولاء ما مطلوب، خليك معتدل، خليك تبقي الأمور على وضعها الطبيعي. يوسف النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام أيضا ابتلي بالقضية هذه. من أحبة زليخة وين ألقته؟ في السجن. أحسنت، حبها الشديد خلاها يروح السجن مسكين. أخوته من كرهوه في البئر. أحسنت. فلا لا بغض أخوته مطلوب اللي نتيجته في البئر، ولا حب زليخة اللي خلاه في السجن ويتعذب هذا العذاب. هذا يسحبنا إلى أحبب حبيبك هون ما. أحسنتم، اللي أمين عنده حجاه وجه. أحبب حبيبك هون ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أنا هذا الكلام أقوله بشكل عام للمؤمنين، وبشكل خاص للسياسيين السياسيين. نعم. في صراعكم أنتوا لا تروح أن تكشف كل أوراقك، وحسب تعبيره تسقط كل أمورك. في النهاية يوم الأيام تقول له السلام عليكم، أي وجه تقول له السلام عليكم؟ أنا شفت وأنتوا شفتوا أنه جماعات تسقط بعض البعض، هذا الكافر، هذا الكذا الزنديق، وهذا العميل، وهذا الكذا، بعدين يصافحون يقعدون. زين، هذا شنو؟ الناس في النهاية يقولون مصداقية ما عندهم. ليش مصداقية ما عندهم؟ لأن ما عندهم اعتدال في خلافاتهم وفي اتفاقاتهم وتحالفاتهم. نحن كبشر، نحن كمؤمنين، القرآن الكريم ما يقبل هذه الحالة. يقول أنت ضايج من جماعة، ضايج من جماعة، لا تخلي وضعك. هاي عبارة هواية أرجو الإخوة ينتبهون إليها. إذا ضجت من جماعة وكرهت جماعة، لا تخلي كرهك لجماعة أن يسلبهم حسناتهم. نعم. أن يسلبهم حسناتهم، يعني يقول أن فلان مو خوش أوادم، أن الجماعة الفلانية مو خوش ناس، ولكن عندهم الكرم، عندهم الشيمة، عندهم الغيرة، يعني بغضي لهم لا يسلبهم حسناتهم. خل تبقى حسناتهم على شنو؟ نعم. على وضعها، وياي. نعم. والعكس أيضا، شنو؟ إذا حبيت جماعة لا تلغي سيئاتهم، سيئاتهم لا تلغيها. بعض الأحيان شباب أنه أنا أحب جماعة بس الحزب فلاني حركة فما أعرف على حالته هواية، حتى على مستوى التقليد، حتى على مستوى التقليد أنا أقلد آية الله العظمى الفلاني. زين، أنت تقلده جزاك الله خير، وإن شاء الله مبرد الذمة هاي تقليدك، ولكن لا يعني أنه هذا المقلد أو هذه الجماعة فإنها معصومة. نعم. وأنا كل سيئاتهم أراها بعين شنو؟ الحسنات. هذا ليس صحيح. والعكس. نعم. أنا أشوف فلان جماعة مو جيدين وتقليدهم غلط أو ما أدري إيش أو كذا، أسلبهم حسنات الباب. هذول وين كان تقليدهم غلط، وين كان كذا، وين كان عندهم مشكلة، ولكن عندهم غيرة. نعم. عندهم حمية، عندهم مثلا إنصاف. فكن منصفا في حبك وبغضك. القرآن الكريم هاي رسالة اليوم أيها الأحبة، رسالة القرآن أنه أيها الناس، حبكم وبغضكم، انتماءكم واستنكاركم، أو لنقل على حال جحودكم لأمر، لا يجعلك أن تخرج عن جادة الإنصاف. نعم. والاعتدال. زوجتك الأولى ليش تكرهها؟ وهي وقفت سنين معك كذا، والله لأنه أحببت شنو مولانا، أحببت زوجتك الثانية، فصارت الزوجة الأولى حسب تعبيرنا كذا، وما أدري كخو برة. كخو برة ليش؟ وهذه أم
أم أطفالك وقفت معك في المحن، زين أنت حبيت الثانية مو مشكلة، مو حرام ولا ممنوع، ولكن حبك لها لا يجعلك أن تظلم الأخرى. القرآن الكريم لما يتكلم عن الزوجات شو يقول؟ مثنى وثلاث ورباع. نعم. وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد. فواحد. تعدلوا يعني شو تعدلوا؟ يعني أن لا تكون منصفا في التعامل معهن في حقوقهن الزوجية. وأقول كلمة أخيرة في هذا المجال، وإذا عندك مداخلة أنا بخدم. تفضل زي. شوفوا أستاذ مرتضى، نحن سأريد أقول هالكلمة، أنا متردد أقولها لو ما أقولها، بس خل أقولها. تفضل. نحن لا نملك بشكل مطلق، هاي أقولها بشكل مطلق لأنه راح تجيني لا نملك بشكل مطلق أمر قلوبنا. نعم. فإن قلوبنا تميل وتنزعج من حيث دوافع معينة كذا، ولكن في النهاية أنا تصرفاتنا المفروض أنا حبيت. نعم. أنا حبيت، مال قلبي لفلان، كرهت فلان. شايف واحد يقول سيدنا أنا أكره بابا. نعم. شوية حسب تعبين نعطي مجال شوية كذا. أبدا سيدنا هذا لا تتكلم عنه، أنا أكره. فشوف الحالة، يعني أمر القلب في نسبة كبيرة خارج عن اختيارنا. نعم. المشكلة القلب إذا حب يعمي ويصل، وش قال؟ ومن الحب ما قتل، ما يعمي ويصن، في الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين. نعم. أن بعض الحب يخليك بعد ما تشوف. نعم. يابا هذه امرأة تعبانة كذا، لا هي هذه، يبدأ يستعير حسنات الآخرين جعلها عليها. نعم. وسيئاتها شنو يحاول أن يغض النظر عنها. الحب والبغض في العاشقين، في المنتمين، في المتيمين، في على حال الموالين، حتى الموالين ليكون خارج عن جادة الصواب والاعتدال والحكمة. أحسنتم. هذه رسالة القرآن لنحافظ عليها. قلت أنا جبت أمثلة علاقات الزوجية، جبت أمثلة الانتماءات السياسية، جبت أمثلة التعاملات الاجتماعية وهكذا. اليوم جاني الصبح واحد سماريد عليه حال أطرح كل هالقضايا، جاني واحد قال لي أنا عندي مشكلة. تبين مشكلته أن صاحب العمل اللي هو يشتغل مع واحد، صاحب العمل حسب تعبيرنا أعطاه ثقة عمياء، نعم. يقول لما أعطاني ثقة عمياء وأنا شفت الأموال بيدي فغرني الشيطان ومديت إيدي وجاي الآن يدي توب زين. أنا أقول لصاحب المال ليش أنت أعطيته يعني ثقة عمياء؟ رويدا شوية هذا الولد ثقة ممتاز، بس أكو شيطان. هاي الجهة جيدة نعم، ولكن أكو مصالح، الانتماءات السياسية، الانتماءات التقليدية أو كذائية أو نعم. هذه في واقع العشائرية يا أخي، العشائرية هاي شايف. نعم. الفزعة يا فزعة، وين رايحين الفزعة؟ والله عشيرة فلان ضربة واحد من جماعة. لا يعني أن أبغضهم أن أخرج عن، أحيانا يرجعون إلى عبارة انصر أخاك ظالما أو مظلوما سيدا. أهو هي غلط. نعم. فهم هذه الرواية غلط على أن أنصر أخي ظالما أو مظلوما، لا يتناسب مع قيم القرآن الكريم. نعم. اللي يدعو إلى الإنصاف والعدل ولذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حياة عجيبة في هذا المجال، أنه كيف. نعم. كان يتصرف مع القضايا بحكمة وتعقل ورؤية. أحسنتم سيدنا. إحنا قبل لا ننتقل إلى الاتصالات، ف لا بأس بأن تظهر أرقام الاتصالات الآن الأخوة بالكنترول، ولكن قبلها العدالة كمصطلح والحيادية كمصطلح البعض يجمعهن مع بعض، يعني بعض الناس يقف بين الحق والباطل بدعوى الحيادية، ما تعليقكم سيدي؟ ليس صحيحا. نعم. لابد الإنسان أن يكون صاحب ماذا؟ صاحب موقف. نعم. عدم وجود موقف يعني عدم وجود قرار. نعم. عدم وجود قرار بمعنى أنك لم تكن إنسانا موضوعيا، لأن يعني كل حادثة أو كل قضية لا بد لنا فيها من
رأي. أما أن حياد يعني شنو حياد؟ سواحد يقول سيد طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين يتقاتلون وهذول خطأنين وأنا هذول خطأنين وأنا شنو؟ إذا كان في الواقع كلا الطرفين في خطأ، في خطأ، هذا يخطأ وهذا يخطأ، وأنت تقول يا أبا أنا حيادي لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم. ليش؟ لأن أجدوا أن خطأ مشتركا. أما إذا جهة حقة وجهة باطلة، شنو معنى الحيادية؟ شنو معنى الحيادية؟ علي ومعاوية، شنو معنى الحيادية؟ وعلي يقول النبي الأعظم أنه ماذا؟ علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، وعلي هو القرآن الناطق. عندي هالشكل امتيازات لعلي أنا أجعله في ماذا؟ في أن أقول بلي، حتى كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أنزلني الدهر حتى قيل أن علي ومعاوية. فهذا ليس صحيحا، الوقوف على التل والحيادية في وين؟ في المواقف اللي طرف حق وطرف باطل. نعم. أما إذا كان كل الأطراف، بس إحنا في قضية مثلا صراعات الإقليمية والدولية، صراعات ما أدري روسيا وأوكرانيا وكذا، إحنا حياديين. ليش؟ لأن كلهم مصالح مولانا، لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ولا الإسلام فيها ناقة ولا جمل. على شنو أنا أجي أدس بأنفي أو كذا في هذه الأمور؟ في النهاية أجلب الويلات لنفسي. نعم. نعم، الحيادية مطلوبة عندما يكون الأمر فيه باطل سائد. نعم. أو حق سائد، ولا يكون الحق هو السائد في كذا. ونعم، ليس صحيحا أن تكون محايدا، وإنما الإنسان لابد له من موقف، لابد له من قرار، لأن الحق والباطل لابد من الفيصل. أحسنتم سيدنا الكريم. إذن مشاهدنا الكريم، من هذه اللحظات التأملية التوضيحية من جناب السيد في الآية المباركة إلى اتصالاتكم، مشاركاتكم، أسئلتكم. وعندنا أول اتصالات من الأخ علي، تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن عندي سؤال للسيد؟ تفضل عزيزي. أنا يجاوبني عليه. تفضل أخوي. إنه أنا صارت عندي علاقة وابني على التواصل الاجتماعي. نعم. فهل ابني تتقدم لها بالحلال؟ فوالدتي معارضة على هذا الجواز. سعيد لي شوية. إنه ابني صارت عندي علاقة وابني على التواصل الاجتماعي. نعم. وتتقدم لها إنه أخطبها. نعم. فوالدتي معارضة على هذا الجواز. نعم. كونه لأن أنا تعرفت عليه على التواصل الاجتماعي، وكونه فارق بالعمر بينه وبينها 7 سنوات. نعم. هي أكبر لو أنت أكبر؟ هي أكبر، هي 92 وأنا 99. نعم. أي، فهل يعني الفارق العمر حرام أو خطأ يعني بالزواج؟ طيب. وهل لأنه أنا هسه ما أقدر أعرف، كونه هي تجي قسمة أكثر من مرة، يعني محتار هي مدى توافق على أي شخص إلا أنا أجي أتقدم له. فوالدتي قالت يعني إذا إنه أنت أسأل السيدة شدي حسين، إذا أقول لك هل هاي العلاقة صحيحة وهل إنه هذا الزواج صحيح، إنه أنا أوافق. فما أعرف إنه هسأل هذا الشيء صحيح أم لا، لو أنا غلطان يعني. ألقت القضية في عهدتك سيدة. تمام، أنت راح تسمع إن شاء الله الحكم الشرعي لهذا الموضوع. علي، عندك سؤال آخر أخوي؟ لا شكرا. شكرا جزيلا، تحياتي. مع السلامة. جميل جدا أن الإنسان قبل لا يقدم على أي خطوة في حياته يحاول أن يتوقف عند الرأي، رأي الدين، ومو رأي هو بالنهاية الحكم الحقيقي. فجميل جدا في كل تحركاتنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا أن نستطلع الدين وما يقول، لأن هو قوله هو الفيصل. شكرا للأخ علي، راح نرجع إن شاء الله للإجابة على سؤاله بعد قليل، ولكن عندنا اتصال آخر الآن، لو نأخذ رسالة صوتية. أنوار تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أختي. أنا عندي مسألة يعني جدا حرج، يعني بسأل بها السيد أريد يوضح لي. يعني إذا الموضوع تحسيه حرج ولا يطرح على الهواء، بإمكانك أن تضعين السؤال عند الأخوان بالكنترول خارج الهواء ونحول للسيد. والله هاي الشغلة يعني بها أعراض وزنا وقتل يعني من هذي. خلاص، إذا نتخلي أختي السؤال تحت الكنترول تحت الهواء، وإن شاء الله يجيب عنا السيد بإذن الله تعالى. إذا تحبون من خلال تطبيق المجيب
أو شو والله الآلية ما المتبعة أعرف، عشان هاي ما نتجاوب على أعرف هذه الأسئلة تطبيق الخاصة؟ المجيب، يعني ما أعرف حجية أعذرني. حجية، إذا ماكو زحمة يعني الاتصال خلي يكون على المؤسسة، جالسين الفضلاء يجاوبون على التليفونات الآن إلى الساعة 12 في الليل، جالسين احنا كيش الطلبة. سيد رشيد الحسين، يعني احنا بعد لا كلامه من الله المرجعية يحفظكم، هاي عندنا. ذول الجماعة على حل، ذول فضلاء الحوزة قاعدين يجاوبون. 0780 11 990، هذا الرقم اللي تقدرون الآن تطرحون إذا قضايا كلش حسب تعبيرنا فيها نوع من حرج المشكلة. نعم، رحم راح الله أعيد الرقم اللي والديك. ذكر السيد اللي هو 0780 مكرر 1 990 إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم اللي بها خصوصية وحرجية. شكرا للأخت الكريمة أنوار، تحياتنا إلها. أبو محمد أخي الكريم تفضل. أم محمد أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم، شو سيدي؟ عليكم عليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة رمضان كريم سيدي، إن شاء الله عافية وصحة إن شاء الله. إلهي آمين، جزاكم الله خير. أقول لك سيدي، على مود عندي سؤال على مود ابني. تفضلي. حلف كلام الله كذب. نعم. يعني كل ما من حلف لحد هاي الساعة يومين، يعني تمرض لو واحد يتكسر. نعم. يعني يعني شو حلف قال الحل؟ أنا يعني ما شو راح صار أسوي شو فلان سوي؟ شيء، لو حلف يعني أخبر بكذب معين وهو أقسم على هذا الكذب، اي كذب، كذب وحلف إنه هو كان صادق، هيك شيء؟ اي كذب، يعني هو هذا الشيء ما مسوي، أها واضح. طيب بس هو مسوي. عندي سؤال آخر أختي الكريمة. اي سيدي، سيدي انا سوي عملية جديدة، ويعني بعد عندي مضاعفات بجسمي ودوخ ورضع، نعم يعني هي تصير اقدر اصوم؟ واضح. والآن صايمة؟ الآن حضرتي اي صايمة؟ لا ما صايمة، مو فطرة. مو فطرة، ليش افطرتي؟ جربتي لو ما جربتي أصلاً؟ يعني سيدي أنا منا يعني ما آكل ذاك الجلد، يعني حليب يروح. واضح. سؤال آخر أم يعني محمد. حليب يقف. لا هي رحم الله والدك سيدي، يعطيك العافية إن شاء الله، الله يستر عليك. سلمكم الله. شكراً جزيلاً أختي الكريمة أم محمد، تحياتنا لها. أبو محمد أخي الكريم تفضل. ألو. وياك أخوي وياك. حياك الله عزيزي أنت. الله يحفظك الله يخليكم. الله يعطيك العافية. يوم الثلاثاء الفاتح، نعم بس الصوت مو سويت عملية بالنجف الأشرق، نعم العيني نعم. وهسه عندي قطرة مستعملة، هاي اليوم ثالث، اليوم رابع، يمكن ثلاثة أو أربعة أو خمس، يوم جمعة. ممكن أبو محمد، عفوا ممكن تعيد لي سؤالك من البداية أكون ممتن لحضرتك؟ عملية، سويت عملية بعيني يوم الثلاثاء. سويت عملية ثلاثة، نعم. ايه وعد قطره قال للدكتور عيل اللي نحطها بيطلع من عنجوري، وهسه اصوم يوم اصوم هالحاي، وصار لي 4 ايام. يطلع يعني تحس بطعم القطره لو شنو؟ اي احس بطعم القطره، وانا هم بعد توني سويتها، يجوز يوم ما يجوز الصيام ما ادري. نعم 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 واضح. سالم سالم ان شاء الله. الله شكرا يعطيك جزيلا العافيه. لحضرتك ابو محمد، تحياتنا لك. ناخذ اتصال اخر او رساله صوتيه، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا سوي العملية مال فقرات، نعم، واليوم صار 3 أشهر ما مداوم، هل راتبي بإشكال لا ما بإشكال؟ يعني ما أقدر أمشي مشيتي كده صعبة. ورحم الله ذلك، الله يوفقكم إن شاء الله، رمضان كريم علينا وعليكم. بحمد محمد عليكم. تحياتنا وشكرا جزيلا. اتصال من منو؟ حسن تفضل يا حسن. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، سؤالي كريم. حياك الله علينا وعليك الشهر. أنا زوجتي حامل الشهر الأول، وصار عندها إسقاط. نعم. الإسقاط في دورة المياه. شنو حكم الإسقاط؟ هل علينا كفارة؟ شكرا سيدي. تحياتنا لك وشكرا جزيلا. زوجتها حامل بالشهر الأول وصار إسقاط، تصوم لو تفطر. أم منتظر تفضلي أختي الكريمة. أم منتظر أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وعلى السيد إن شاء الله. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله أختي، تفضلي. الله يخليك. أريد أسأل السيد سؤال يعني. نعم. إي بلا زحمة، أنا شو اسمه عندي ديتش وناظرت الديتش ولو يعني شوية اشتغلوا من شلونها. لا عادي تفضلي. وش اسمه وإجا حيوان أكله، يعني جيت لقيت الديتش ماكل، ما هو يعني شلون بهاي الحالة؟ يعني اخسر الديت شو شلون؟ النذر شرعي كان؟
نذر يعني للسيدة شريفة عليه السلام. شنو قلتي لما نذرتي؟ لما نذرت قلت لي وجه الله والسيدة شريفة. واضح، شكرا جزيلا. عندي سؤال آخر ومنتظر أختي. لا سلامتك، شكرا، تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. عندنا الآن رسالة صوتية، تفضلوا. من منو الرسالة الصوتية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يوجد امرأة في الشهر الأول من الحمل، وهي تخاف الضرر على الحمل من الصوم، وتخاف أن يكون بالطفل نقص يعني على أثر الصوم. نعم. فماذا تفعل؟ هي لا الدكتورة قالت لها لا الصومين، ولا هي مجربة. نعم، شكرا جزيلا. بدون تجربة وبدون مشورة طبيب، مشورة طبيب. طيب ناخذ، نذكر السادة المشاهدين الكرام أن بإمكانهم طرح أسئلتهم على ضيفنا الكريم الدائم السيد رشيد، سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، من خلال الاتصال بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. والآن ناخذ رسالة اتصال من مهدي، تفضل يا مهدي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. سؤال عندي. تفضل. أنا عندي سكر. نعم. وأحيانا العصر يهبط عندي السكر تمام ينزل. نعم. عندك هموم؟ ممكن أخذ حلويات شكليات شيء لو يفضل هذا. نعم، واضح. شنو تحس يعني واضح. بالهبوط تحس نفسك ما تقدر تكمل خلاص؟ لما تحس بهبوط السكر، نسبة السكر بالدم، ما يعني توصل مرحلة ما تقدر تسيطر على جسمك، صح؟ اي ما اسيطر، يعني مثلا اتعرق فد مرة وابحث عندي جهاز، واضح، فيقولون مو زين عليك هذا السكر يهبط عندك جوا 50 جوا 40. فاهمك. نعم، وممكن اخذ حلويات او شكليات تفطر لو ما تفطر. واضح، ان شاء الله تسمع الاجابة. اكون ممنون. عندك سؤال اخر اخي مهدي؟ لا، رحم الله والديك. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا للاخ مهدي. نكمل باستقبال المشاركات من الأخوة والأخوات. اتصال من الأخت الكريمة حوراء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس مسألة نطرح على السيد. تفضلي. في دوائر الأحياء الفقيرة التي يسوون بيها بالحسينيات تعليم القرآن للنساء. نعم. مثل هاي ببغداد، طبعا بغداد كونه هو من المرجعية وهاي. نعم. عندنا قلة شوية معرفة بالقرآن الكريم، وهم نتحمل حرام من نقرأ إذا معدل. طيب أنت حلقة يوم أمس سمعتيها وشفتيها لو لا أختي حوراء؟ لا والله ما سمعت. أمس انطرح موضوع قراءة القرآن في شهر رمضان، طبعا إضافة النقطة المهمة اللي ذكرتيها ومؤسسات تعليم القرآن، بس أنت ما تتحملين حرام إذا قرأت القرآن بنية التعلم في شهر رمضان وأنت صائمة، أنت على صيامك يعني؟ أي والله، يعني الله شاهد علي، يعني عند عائلة وتعبان كلش بالليل أقرأ وهاي النوم، بقول يطلع غلط قراءتي أنقهر. لا لا لا، إن شاء الله ما كل الخير والمقبولين إن شاء الله. السيد يوم أمس تحدث عن هذا الموضوع، وأيضا اليوم راح تسمعين تعليق سماحة السيد عليها. شكرا للأخت الكريمة حوراء. تحياتنا للأخت الكريمة حوراء. ونكمل استقبال حكمة، تفضل اخي الكريم. حكمة. انا هي عمرك 15 سنة، هل يوجب علي الصيام؟ ايش قد عمرك؟ 15 سنة. 15 سنة يجب عليك الصيام؟ هذا سؤالك؟ سؤالك بس نصيلي التلفزيون بلا زحمة عليك. حكمة، انت سؤالك انه يجب عليك الصيام او لا، صحيح؟ بس اسأل سؤال حبيبي. تفضل سيد يكلمك. نعم سيدي. حكمة بابا تسمعني؟ بس نصينا صوت التلفزيون حتى تسمعنا ونسمعك بوضوح. الغي صوت التلفزيون نهائيا. حكمة، تفضل سيد. يسمعني؟ نعم ان شاء الله يسمعك. حكمة بابا تسمعني؟ قطع الاتصال سيدنا. قطع الاتصال. قطع الاتصال. عموما هو سؤال انا ثبتته، عمره 15 سنه. احنا لازم نقول لانه انت صارت عندك علامة بلوغ لولا. نعم، واضح ان شاء الله. انا نفصل القول فيها ان شاء الله تعالى. شكرا للأخ الكريم حكمة. عندنا اتصال من منو؟ لو رسالة صوتية ناخذ. اي أجلنا شوية الرسائل الصوتية، ناخذ رسالة صوتية، تفضل. السلام عليكم، رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعليني. عندي سؤال. بنتي مواليد 17/11/2014، اريد اعرف عليها الصيام هذه السنة لو لا. نعم، شكرا جزيلا.
على رسالة الأخت الكريمة. وعندنا الآن اتصال من الأخت الكريمة أم حسين، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار. نعم. عند زوجي عنده تقيؤ قرحة عنده. نعم. أي. ولذلك يعني من الصوم يعني عنده يصير رجوع أثناء الصيام، شنو هذا حكمه؟ نعم، واضح. سؤال آخر أم حسين أختي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم ويحفظكم إن شاء الله، شكرا جزيلا أختي. تحياتنا للأخت الكريمة أم حسين. نأخذ اتصالين أو مشاركتين وبعدها نتحول إن شاء الله إلى الإجابة على كل ما وردنا من أسئلة واللي إجت عن طريق الاتصالات الهاتفية أو عن طريق الرسائل الصوتية. نسمع رسالة صوتية أخرى، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. سيدنا، إذا أنا صايم وأردت أن أغسل فمي بالملح فهل يصح ذلك أم يعد مفطرا؟ يخلي فمه وين؟ في ملح. في ملح؟ خلي عيد عيد لنا الرسالة الصوتية مرة ثانية بلا زحمة. تم مسحها، تم حذفها. تمام، كأنه يتمضمض بالملح أو شيء. بالملح بني. نعم، شكرا جزيلا. رسالة صوتية أخرى. السلام عليكم سيدنا. سيدنا، أنا طالبة جامعية أداوم ببغداد وأنا من الحلة، يعني دوامنا يومي، بس أنا ما أداوم، أداوم يوم أو يومين. يصير من رمضان أفطر لو أصوم أظل صايمة بيهن؟ لأن أنا ما أريد أفطر وأريد أظل متمة على صيامي، هل يجوز لو لازم نفطر؟ هي من بابل الداوم في بغداد صح؟ كم مرة بالأسبوع؟ يوم أو يومين قالت. تمام، إذا نكتفي بهذا القدر من المشاركات ونتحول مرة أخرى إلى جناب السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. نكرر ترحابنا بجنابكم سيدنا، سلمكم الله، شكرا جزيلا على ما تقدموه. بارك الله. الأخ علي، يعني إذا تسمح لنا سيدنا، يعني سؤالا نقسمه إلى شقين. الشق الأول عن العلاقة اللي مع البنت عبر السوشيال ميديا ومحاولة تحويلها إلى زواج. بالنسبة للجزء الأول، أصلا العلاقات إذا تتكلم عنها سيدنا لطفي، في واقع الحال الكلام على أن الارتباط والعلاقة مع الجنس الآخر، نعم، بلا إشكال هي علاقة يعني فيها نوع من الإثارة. نعم. ليست علاقة بريئة، يعني أكو شيء اسمه انجذاب، أكو شيء اسمه إثارة. نعم. سواء البنت تثار وهو يثار، وهذا النوع من الكلام الغرامي في كثير من الأحيان هو لا يجوز. وعموما فتح باب الإنسان على نفسه، جناب الأخ احنا أخذ في تجربة واقعية. نعم. أخ عزيز عمره على أي حال مواليد 99 وارتبط بفتاة عمرها مواليد 90، يعني 9 سنوات أكبر من عنده. هو قال 8 سنوات. بلي، 9. نعم. سنوات أكبر من عنده، 8 سنوات مو مهم. نعم. وارتباطه بشكل كبير معاها، اللي ما يجي يقدر ينساها، ما يجي يقدر يلغيها. تلك الفتاة على حال مرتبطة ارتباط كبير على أنه جاي ترفض أي خطاب يجي تقول أريد هذا الولد، وهو أيضا في حيرة من أمره، والدته تمنع هذا الأمر. شوفوا كتجربة عملية أنه الارتباط الغير المدروس كيف يفتح للإنسان أبواب هو غني عنها. وحضرتك يعني ذكرت في صدر الكلام أن الإنسان أحيانا يفقد التحكم بقلبه. أحسنتم، يعني أنا ليش يعني شوف شقد لطيفة، أكو مثل عربي أو ما أدري، أنا من صغري سامعة، الباب اللي تجيك من الريح سدها واستريح. نعم. يعني الشيء اللي في الواقع من خلاله تجيني مشاكل، خلاص أنا أجي أرتبط وأجي وكذا وأحب ومواعيد ومواثيق، وبعدين أصطدم بحجر أو بصخرة كبيرة يسمى بصخرة الواقع. نعم. يعني 9 سنوات أو 8 سنوات أكبر من عندك فتاة، أنا ما أقول حرام أصلا، الأم خل تسمعني، ليس حراما، ليس حراما، راح أجي أتكلم عن القضية. نعم. بس أصل الارتباط والعلاقة فيها يشوبها ما يكون الحرمة والمعصية، وهذا لا يجوز. نعم. سيدنا موارد الزوج شلون نتعرف عليه؟ على أي حال التعرف، قد أنا مثلا من أول وهلة شفت خوش بنية كذا سألت عنها أروح أطلبها، أما أن شلونك وصباح الخير مساك الخير وهذا الثوب كان جميل وهذا الفستان مثل كذا، هاي كلها
تجر إلى كلام غير منضبط وهذا لا يجوز شرعا. طيب فيما يرتبط بوالدته ومعارضته سيد. أما نجي إلى أنه الأخت الأم الله يحفظها ألقت المسألة علي قالت سيد شو يقول شوفي حجية بشكل عام أقول هذا الولد مرتبط بهذه البنت ويريدها وهي هم تريده فأفضل طريق أفضل طريق بغض النظر عن أنها كبيرة وبابا أنسى أنت إلى أن تريد تحمل تريد تجيب تريد ما أدري كذا تريد ترعى أولادك هي على حال الحمل راح ينهكها الحمل راح يكبرها وتدرون يعني الفتاة أسرع شيخوخة من الرجل فيما يرتبط بالحمل والولادة ولكن بشكل عام أقول بشكل عام حجية قولي ما يخالف ماما نروح نسأل عنها بكل التفاصيل عن حياتها وعن عشيرتها وعن أخلاقها عن سلوكياتها عن دينها نسأل إذا كانت من كل هذه الجهات حسب تعبيرنا مرتبة ولا نعم لا أشكال في ذلك نعم قد تكون هي واقعا امرأة من جميع الجهات جيدة خلاص إذا لا هي متبرجة وابنك حبه مثل ما قلنا في بداية الحلقة يعني. حبه يقول لا هي هذه هذا هذا حجاب الإسلامي بابا هذا مو حجاب هاي متبرجة هاي مكيجة وشون تتجرأ تقول للولد أنا أحبك وأموت عليك حياء ما أكو يعني أقول المؤاخذات اللي عندنا لما نتكلم ويا ولدنا قعدة صراحة بابا هذه واحدة اثنين ثلاثة أهلها أهلها مو خوش مثل كذا عائلتها وكذا مثلا احنا قاعد نضرب أمثلة سمعت نضرب أمثلة بشكل عام يعني بلي لا أتكلم عن القضية بشكل فأقول أن نبحث عنها ونحقق فيها وإلى آخره فإذا كانت ذات مواصفات حسب تعبيركم أنتم بالسوق شو يقولوا فول مواصفات إذا لا بها حسب تعبير لولا وعوجة وقضايا ومدري إيش أمهم ومدري عائلتها أو سوالفهم عندها مشاكل هنا نقول بابا أنت ابننا وإحنا نريد مصلحتك وهذا مو مصلحتك ابني أنت حبك أعماك ما تشوف الواقع يعني سيدنا شوي نحتاج نسرع أكثر بالإجابة لأن أسئلة كثيرة بصراحة ننتقل إلى سؤال الأخت الكريمة أم محمد وابنها اللي حلف على أمر كذب وتقول وراها توالت الويلات علينا يعني. أكو شعور أخ مرتضى أكو شعور على أنه اللي يحلف وبعدين طلع كذب فكل المشاكل يصير إليه أو عليه فهي شنو بسبب ذلك الحلف واليمين هذا شعور موجود ولكن ليس بالضرورة هكذا لا. لو كان هالشكل كان احنا نص المسؤولين لازم الان عضبين ومكسورين وعلى حال مشلولين اكثرهم على حالهم يكذبوا وخانوا الامانه ليس هكذا اختي الكريمه قد يكذب هذا الولد قولي له استغفر الله ماما ولا تكررها بس اما انكسر وما ادري تمرض هذا ليس من الأسباب المباشرة لهذا الأمر اللي حصل استغفري إليه واقبلي عذره وخلي يستغفر الله الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشافيه مما يعاني منه هي كان عندها سؤال آخر الأخت أم محمد عملية مسوية وعندها مضاعفات وهي مرضع وتسأل ما أدري العملية طبيعتها شنو ولكن عموما المرضع إذا كان الصوم يقل ويقلل لبنها في صدرها يعني الطفل ما جاي يشبع كل ما يمتص الطفل يشوف ماكو حليب لأن الأم ما جاءت تشرب ماي ما جاءت تشرب عصائر يصير ظلم وإجحاف إلما للطفل إذا كان الصوم يضر المرضع والجنين في أنه لا يشبع ولا يهدأ فهنا المرضع يجوز لها أن تفطر حفاظا على حق الرضيع أحسنتم سيدنا الكريم إن شاء الله الإجابة تكون واضحة الأخ أبو محمد سأل عن هو مسوي عملية العينة وسأل عن الصيام والقطرة اللي يشعر بمذاقها في فمه أحسنتم شوفوا في القاعدة خل أبينها القطرة الفم مفطرة واحدة خلي قطرة في فم مفطرة حتى لو كانت قطرة واحدة وقطرة الأنف مفطرة قطرة الأنف مفطرة قطرة العين والأذن غير مفطرتين حتى إذا هو يقول أني أشعر بطعمها حتى لو تشعر بطعمها ليست مفطرة سمحت السيد والعلماء يقولوا قطرة العين لا تفطر حتى لو أحسست بطعمها ف
فإنها غير مفطرة. أحسنتم سيدنا. سؤال برسالة صوتية، كان عملية مسوي لي ظهره وفقرات وصار أشهر ما مداوم، فيتساءل بالنسبة لمرتبة هل فيه إشكال؟ شوفوا، عدم الدوام لابد أن يكون مبرر، إما إجازة مرضية أو نوع من، إذا كان في الواقع عند إجازة مرضية وعذر صحي واضح فعلى حال حسب تعبير القواعد الفقهية أنه الالتزام بما التزم الإنسان، إذا كان في واقع الحال معذور فهو معذور، نعم، والطرف الآخر يعذر انتهى. أما إذا كان لا، إجازة مرضية كاذبة وهو قادر، رجاء التفتوا شنو أقول، لأن أكو آلاف هالشكل، نعم، يعني يتسربون عن الدوام بحجج واهية كل شيء ما بيه، بس يقول الدكتور اكتب لي وأنا أنطي للدكتور، أو بيفت شيء أقل من أنه يمنع من الدوام يعني. فهو الأمر بينك وبين الله، أنه واقعا أنت معذور بينك ما بين الله، بس القضايا الظاهرية المدير جاي يقبل إجازتك هذا أمر آخر، بس بينك ما بين الله أنت تحس أنك ما تقدر، نعم، فأنت معذور. فيه إشكال راتبك فيه إشكال. أحسنتم سيدنا الكريم. السؤال الآخر من الأخ حسن، يقول زوجتي حامل بالشهر الأول وصار إسقاط، ما حكم صيامها الآن؟ هي صار عندها إسقاط لو لا تقول ما جت تتحمل، لا صار عندها إسقاط سيد، كان سؤال. على أي حال إذا في واقع الحال، مو أن راح أجاوب بالجواب لي، أحسنتم، إذا إسقاط وعلى أي حال صار دم وغيره، فهنا يجي حكم على أنه ما أنه تكون يكون نفاس، إذا كان الطفل مكتمل طبعا، إذا شهر الأول ماكو اكتمال، إذا شهر الأول ماكو اكتمال، وإنما إذا كان طفل مكتمل ونزل فيصير نفاس، والنفاس إلى حكم. أما تقول لا حامل سيدنا وما جاء تقدر، والطبيبة طبعا ما قايلت لها أنه للصومين، وهي ما مجربة بس هي خايفة أن يصير ضعف لجينها، أنا شكلي سمعت هذا سؤال آخر سيدنا وردنا أيضا، نعم، اللي هو قلنا بدون مشورة وبدون تجربة، اللي هو رسالة صوتية جتنا عن هذا عن هذا الموضوع بالضبط. بلي بلي. نعم. إذا كان إسقاط صاير وعلى حال أنت على حال لازم تصوم، لأنه ليس للطفل اللي شهر واحد، شهر واحد، نعم، شهر واحد كان صوم، فليس فيه نفاس، لأنه النفاس عندما يكون الطفل ماذا ينزل وتكون هناك عملية ولادة، هذه ليست ولادة. طيب لا بس بإجابة الأخت الكريمة برسالة صوتية عن أول شهر أول حمل وتخاف من الضرر على الحمل وتخاف هذا عليك. الخوف خوف ليس واقعي وإنما لا. خوف نفسي، يعني هي تتخوف، ولكن واقع الحال أنه الحامل في الشهر الأول والثاني هل الصوم يضر جنينها، هذه ليست حالة عامة، نعم، فهي إما أن تكون تخوف تخوف واقعي ترجع للدكتور والدكتورة، نعم، وإما أن تكون تخوف لا نفسي، نعم، وهذا لا ليس مبررا على ترك الصوم، يعني تقريبا الصوم. الطبيب هو من يحدد مدى الضرر، الطبيب يحدد عندما نحن في الواقع نشعر أكو هناك أضرار ولكن غير متأكدين، الطبيب راح يعطينا إعاز، أما إذا أنا متأكد أنه صحتي زينة والطبيب يقول لا، هنا أنا كلام الطبيب ليس له مثل. طيب منتظر عندها ديش وناذرته وإجا حيوان أكل هذا الديش، فهي تسأل عن النذر وعن خلاص رقبتها، يعني على حال نذرها ليس نذر شرعي وإنما نذر عرفي، والنذر العرفي ما إلى أي أثر شرعي، نعم، هاي النذر العرفي دي يعني مثلا تعرفون إذا نجح ابني أذبح ذبيحة، وإذا كذا مدري إيش، هل مو بمصطلح مو بلفظ، أحسنت، ليس نذرا شرعيا وليس عليها شيء، والديكو صار رزق ذلك الحيوان الذي افترسه، فليس عليك أي ضمان في هذا المجال. طيب الأخ مهدي عنده مرض السكري، الله يشافي إن شاء الله، ويقول أنا فترة العصر يصير عندي هبوط حاد بنسبة السكر في الدم، هاي كلمة حاد من عندي بس هذا اللي فهمته من كلامه، يقول فأحتاج ولو قطعة حلوة صغيرة، شنو حكمي؟ حتى لو تريد تأكل حلوة بقد العدسة، شايف العدسة، فهو مفطرة، نعم، فهي مفطرة، يعني أنت إذا صرت بهالحالة هذه وتحتاج أن تأكل ولو شيء من الحلويات فأنت على حال حسب تعبيرنا صومك بطل، ولا يعني أنك عصيت، لا، أنت صومك أبطلته بعذر شرعي وهو وضعك الصحي، فيجوز، خليه هيك نقول، يجوز لمن يحس بأنه بحاجة إلى تعاطي الدواء
أو أكل شيء للحفاظ على صحته لأنها في حالة انهيار، لا إشكال في أن يأكل ذلك وصومه باطل ويقضي ذلك إن شاء الله تعالى ولا كفارة عليه، فقط قضاء. الأخت حوراء كان عندها طلب من جنابكم لتوصلوه إلى الجهات المعنية مرتبط بالأحياء الفقيرة، وهم بحاجة إلى تعليم القرآن. وفي واقع الحال رسالتنا إلى الأخوة في الوقف الشيعي للأسف الشديد هناك تقصير، لا أقول قصور لأن أعلم أن هناك قسم القرآن الكريم في الوقف الشيعي ليس هناك نشاطا رمضانيا على حال بالمستوى المطلوب، في خصوصا في مدن كبيرة كبغداد اللي فيها أحياء كثيرة ليس هناك شيء من هذا القبيل. وأخواننا الأعزاء من الوكلاء المرجعية والمعتمدين لابد من تفعيل برامج قرآنية للشباب والفتية والناس، وحتى كبار السن، حتى على حال يلتصقوا بكتاب الله، حتى نكون ممن يشيع ثقافة القرآن في المجتمع. إذا في رمضان إحنا بنسويها، ما تنسويها أحسنت متى؟ طيب مثل واحد يقول مثل واحد يقول إذا أتب محرم ما تقعد تعزي، يمتى تقعد؟ إذا إحنا في رمضان ما نتوجه هو شهر القرآن وربيعه أحسنت يعني. فهناك تقصير كبير للأسف، دعوتي للجهات المعنية أن يعتنوا بهذا الأمر. ولكن نصيحتي لجناب الحجية اللي تقول والله بالليل جاء أقرأ القرآن ومتأذية، لا يا حجية أقرأ القرآن في النهار حتى لو كان أكو أخطاء فإنها معفوة. وأرجو كنصيحة بنية التعلم سيدي، بلي ولكن أرجو أنه لما تقرأ القرآن في النهار خلي واحد يعني قناة قرآنية أو كذا يقرأ وأنت تقرين معه، وهذا أصلح لك وتحصلين ثوابات ثلاثة: من يستمع إلى القرآن ثواب، ومن يقرأ القرآن، ومن يتعلم ويحسن قراءته، هذه كلها ثوابات. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ حكمة عمره 15 سنة ويسأل عن الصيام، وحضرتك ردت سئله على بعض العلامات. شوف حبيبي، 15 سنة قمرية، 15 سنة قمرية يعني أنت بالغ زود إذا قمرية، يعني أنا خلصت 15 سنة قمرية. قمرية يعني شنو؟ يعني بالأشهر الهجرية، محرم، صفار، ربيع أول، هذه الأشهر. إذا كان بخلص 15 سنة قمرية فأنت بالغ، صار لك كم شهر بالغ، واضح ابني؟ إذا تقول لا أنا بالأشهر الميلادية، أنا بالأشهر الميلادية 15 سنة، أقول أنت للآن مو بالغ. إلا هاي إلا اللي ردت أسألك، هل عندك شعر في المناطق الحساسة؟ شعر يعني خشن نبت عندك، شعر أسود خشن؟ إذا أكو شعر خشن تحت السرة أو في الأبط تحت الآباط، شعر أسود خشن، فأنت بالغ ولدي، أنت بالغ. طيب سيدنا، هل من نصيحة بالنسبة للي بعد ما بالغ بعد لسنة مثلا، هل من نصيحة مرتبطة بأن يدخل إلى الصوم ومجال الصوم؟ يتمرن الصوم ويتعلم الصوم، والرسول الله صلى الله عليه وآله أمر الآباء أنه مروا أبناءكم أبناءكم على الصلاة وهم أبناء سبع. النبي يقول أمروا أولادكم للصلاة حتى يتمرنون وهم أبناء سبع سنوات. فأنت حتى لو كنت مراهق للبلوغ فتعال شنو صوم حتى تتعلم. ولكن علامات البلوغ لو شعر خشن، لو احتلام، احتلام يعني تطلع من عندك المادة الجنابة المنوية. الأخت كان عندها رسالة صوتية تقول بنتي تاريخ ولادتها 19-11-2014 فتسأل عن الصيام وعن بلوغها. في الواقع إذا كان التاريخ الميلادي اللي تبين الأخت بال يعني بالأشهر الميلادية، فال يعني أنت حسبي أنا مش كده التاريخ لو سمحتم. 19-11-2014 لو الآن ننقص من التاريخ الآن إيش قيد اليوم؟ مثلاً 23 إيش قيد؟ 23-3 نعم. 24-3 نعم. 2023 نعم. نقص من ذاك التاريخ. طيب اللي قالت الأخت، فالناتج شنو؟ الناتج قد يطلع 8 سنوات وثمان أشهر 20 يوم، 8 سنوات وثمان أشهر 20 يوم. إذا هذا طلع يعني بالغة، طفلة بلغت. نعم واضح. فالتاريخ الهجري لبلوغ الفتاة
كمال التسع سنوات القمرية التي تعادل 8 سنوات و8 أشهر و20 يوم. حسبيها أختي الكريمة، سوي بين تاريخ اليوم وبين تاريخ ولادتها. أم حسين زوجها عنده قرحة ويجوع أثناء الصيام وممكن يتأذى، جوابكم سيدنا؟ ممكن يتأذى، أكو الإمكان، إمكان يعني احتمال معتد به وإمكان احتمال غير معتد به. نعم. إذا كان إمكان معتد به أنه واقع الحال ما يمكن أن يتحمل أبدا ومغص شديد، يعني يجوزه أن يفطر. نعم. أما شوية كذا ويقدر، فهو الذي يقرر أمره وهو بينه وبين الله، لا ندخل في تحديد الحالة الخارجية، لأن الحالة الخارجية مسؤول عنها صاحبها. نعم. مسؤول عنها صاحبها، هو الذي يحدد أنه واقعا هو مضطر أو غير مضطر. الأخ الكريم برسالة صوتية، ما قدرنا كلش نستوضح من عنده لأنه رسالة صوتية مو اتصال، ملح في الفم أثناء الصيام، ربما يقصد يعني الغرغرة والمضمضة بالملح. مضمض بالملح في الواقع لا إشكال في ذلك، المضمضة بالملح لا إشكال في ذلك، ولكن نعم. عليه أن يبصق 3 مرات بعد المضمضة، حتى إذا أكو ماي أو رطوبة الماء الموجود يلقيها في الخارج، لا إشكال في ذلك. طيب، السؤال رقم 14 من الأخت الكريمة أيضا برسالة صوتية، أعتقد طالبة جامعية هي من بابل وتداوم في بغداد، تقول يوم أو يومين في الأسبوع، فهي ليست كثيرة سفر يعني. نعم. ليست كثيرة سفر، إذا يوم بالأسبوع يعني بالشهر 4 مرات، وإذا يومين بالأسبوع بالشهر 8 مرات، فإذا كانت 8 مرات 8 مرات دائما 8 مرات 8 مرات شهريا، إيه إذا كان 8 مرات دائما، فهذه لازم تصلي تمام وصلي قصر، تجمع بين القصر والتمام. نعم. إذا دائما خلي هي يعني خلي هي تقرر أنه صدق 8 سفرات بالشهر عندها بشكل دائمي أو لا 7 مرات، إذا 7 مرات فتفطر وصلي قصر، إذا 9 فما إذا 9 أو 8 أو 9 فتجمع بين القصر والتمام، وهي شوية عن يعني شوية لوين حدها، وبعدين تنتقل إلى يعني إذا صارت 10 سفرات بالشهر، 10 بالشهر، إذا 10 سفرات بالشهر دائما فهي كثيرة سفر، صلي تمام الصوم. إذا 8 أو 9 سفرات تجمع بين القصر والتمام، يعني شو تجمع بين القصر والتمام؟ صلي قصر وصلي تمام والصوم وتقضي. نعم. طيب سيدنا، هذا يعني عدد السفرات بالشهر، هذا يفترض أن يكون ثابت في كل الأشهر لو لا في شهر من الأشهر؟ أحسنتم، شهر يعني. شهر 7 وشهر 9 لما نجمعين 8. نعم. أو شهر مثلا 6 سفرات وشهر 10 سفرات، يعني لمدة سنة أو لمدة 8 أشهر حتشي حال عدها أنه جمعا وكسر، جمعا معدل يعني. أحسنت، نشوف هذه عدها 9 سفرات بالشهر أو 10 سفرات بالشهر، يعني على ضوءها يقاس أنه أحسنت تصلي قصر وتصوم أو لا. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به، ومذخورة لكم وإجاباتكم إن شاء الله حسنات. شكرا سلمكم الله. أشكركم سيد. أشكركم أستاذ. الشكر لكم أيضا سادة الكرام المشاهدين الذين أدخلتمونا إلى بيوتكم في هذه الساعة المباركة، ساعة قبيل الإفطار، نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم، ونسألكم ألا تنسونا في دعواتكم عند الإفطار إن شاء الله. شكرا لكم، في رعاية الله وحفظه.